المشاكل اللي طرحتوها كلها مشاكل منطقية، في بعض المشاكل اللي تاع التنمية لازمها مثل ما قلتوا صحة، مستشفى عصري مجهز. أنا الشيء اللي نتزم به معكم هذا القرار، مجرد ما ندخلوا العاصمة قرار هذا يجي هنا وزير الصحة ويزور ويعطيكم موعد قصير بنجهز فيه للمستشفى هذا. أنا نوعد أطباء اختصاصيين اللي يجيوا هنا ودوها التزام من عندي، اللي جاء أنا نضعف له المرتب تاعه.